Hello everybody, this is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. حبايبي طلبة وطلبات الصف السادس الابتدائي، أعزائي أولياء أمور طلبة الصف السادس الابتدائي، شكل موعدناكم إن احنا هنتابع على القناة دي منهج الصف السادس الابتدائي في الترم الثاني إن شاء الله وحدة وحدة، وكمان على حسب التقسيمة اللي عملها الوزير في الترم الثاني، يعني إن شاء الله هندرس وحدتين وحدتين بحيث إن شكل ما شفنا إن هيبقى في نهاية كل شهر امتحان على وحدتين، يعني في نهاية شهر مارس إن شاء الله هيبقى في امتحان على الوحدة الستة والسبعة. فاحنا بقدر الامكان في كل شهر ان شاء الله هنغطي الوحدتين بكل ما فيهم من جرامر وفوكابلري ولانجوج نوتس، وكمان هنعمل مراجعه في نهايه الشهر ان شاء الله على الوحدتين بحيث انك تخش الامتحان، والامتحان برضه هيكون ان شاء الله متعدد بحيث ان انت تقدر تحل الاختياري او اي انواع من الاسئله هتجي لك ان شاء الله. تعالوا يلا نبدا منهجنا في الترم الثاني ان شاء الله، وشكل ما احنا عارفين بدايته الوحده السادسه، والوحدة السادسة طبعا في بدايتها هلاقي العنوان بتاعها The School Concert. تاني The School Concert. The School Concert اللي هو حفل المدرسة الموسيقي. تاني School Concert حفل المدرسة الموسيقي. تاني شكل ما قلنا School Concert. تاني The School Concert. كلمة Concert يعني حفل موسيقي، ولما أقول School Concert يعني حفل المدرسة الموسيقي. تعالى نبتدي ان شاء الله بالكلمات بتاعتنا في الدرس الاول، والدرس الاول طبعا شكل ما احنا عارفين بيبقى عبارة عن الconversation time. تاني الconversation time اللي هو وقت المحادثة. تعالوا مع بعض كده نكرر الكلمات اللي موجودة معنا في الدرس الاول واللي هنستعين بيها ان شاء الله في حفظ الconversation بتاعتنا. طبعا شكل ما احنا عارفين بنقرأ الconversation ونطلع منها language notes اللي موجودة معانا، وكمان نعرف اهم القواعد اللي موجودة فيها. طبعا كلام ده لو قابلنا قواعد ان شاء الله. طبعا شكل ما احنا شايفين فوق conversation time. conversation time طبعا الكلام اللي انا بدرس فيه ده كتاب المعاصر، ولكن ان شاء الله احنا هنحل التمارين من كل الكتب، سواء من كتاب المعاصر او من كتاب جيم او من كتاب بيت باي بيت، فما تقلقوش ان شاء الله الشرح هيبقى معايا، اما الحل ان شاء الله هيبقى من كل الكتب. تعالى كده نشوف conversation time قلنا اللي هو وقت المحادثة. تعالى نشوف الفوكابلري. طبعا بيديني الاول الكي فوكابلري اللي هي الكلمات. اول كلمة concert. concert اللي هي الحفلة الموسيقية. the music room. the music room. the music room ودي معناها حجرة الموسيقى. bass خلي بالكم ما اسمهاش باس، اسمها bass ودي آلة تشبه الكمان، طبعا شكل الكمان كده بس كبير. عندنا help يعني يساعد او مساعدة. get ready طبعا الاجانب ما بيقولوش get ready لكن بيقولوا get ready عندنا دي stop t معنى ان هم ما بينطقوهاش تقريبا، بيقولوا get ready طبعا عندنا get ready. تعالى على sure وكلمة sure معناها بالتأكيد. what over there عندنا طبعا by the window وباي هنا معناها بجوار مش معناها بواسطة، طبعا واخدين باي معناها بواسطة شكل لما تيجي قبل وسائل المواصلات، فبقول باي كار يعني بالسيارة، باي باص بالأوتوبيس، باي ترين بالقطار، لكن هنا باي بتدينا معنى بجوار، فلما أقول باي ذا ويندو مش معناها بالشباك ولكن بجانب الشباك، وطبعا لما أقول باي ذا دور معناها بجانب الباب، يبقى إذا باي المعنى بتاعها هنا بجانب أو بجوار. عندنا باي ماي سيلف ودي خدناها في الترم الأول، باي بتيجي قبل كل الضمائر المنعكسة، باي ماي سيلف، باي هيم سيلف، باي هير سيلف، باي ذيم سيلفز. طيب عندنا كلمة so معناها جدا أو معناها لذلك على حسب موضوعها في الجملة. heavy عندنا here look out وكلمة look out معناها احتبس. تاني look out بتساوي كلمة watch out ودي معناها احتبس. عندنا behind معناها خلف وراء. Books وbox بمعنى صندوق. لو بصينا على الconjugation of verbs دي اللي هي تصريف الأفعال، طيب عارفين تصريفات الافعال يعني هو بيجيب لي الفعل المضارع وكمان الفعل الماضي بتاعه، احنا لسه طبعا ما خدناش الباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث. فعندنا كلمه help بمعنى يساعد والماضي بتاعها helped بمعنى ساعد. cleaned up move moved lifted get ready الماضي بتاع get
got put ولاحظ هنا ان put هو المضارع و put برضو هو الماضي. take took gone went on. ده طبعا بالنسبة للكلمات ودي حليها في صفحة 13. طبعا ما تقلقوش، طبعا الكلمات دي حليها موجودة في أي كتاب من الكتب، سواء كتاب المعاصر أو كتاب جيم أو أي كتاب موجود، حليها هي تقريبا نفس الكلمات، وإذا كان اختلاف هيكون في كلمات بسيطة زيادة أو نقص. طبعا الكلمات دي بستعين بها في المحادثة، لازم أحفظها كويس قبل ما أدخل على المحادثة بتاعتي. طبعا لما ندخل على المحادثة بتاعتنا، المحادثة طبعا لازم احفظها في سنة ستة، لازم احفظ المحادثة، لازم اقراها كويس جدا وبعدين احفظها تقريبا شكل اسمي. ليه؟ قال لي لاني بيجي لي منها سواء في الترتيب او في الاختياري. وطبعا لما ادرس المحادثة يبقى لازم ادرس اللانجوج نوتس اللي موجودة في المحادثة، يعني مش فكرة ان انا بحفظ المحادثة بس، لا بطلع منها بعض الوظائف اللغوية كده اللي انا بتجي لي في الاختياري وساعات ما بعرفهاش، لكن لازم اذاكرها كويس جدا. طبعا هندرس اللانجوج نوتس دي ونقرا المحادثه كويس جدا ونعرف نطق المحادثه هيكون ازاي. تعالى كده نبتدي معانا المحادثه دي شكل ما احنا شايفين هي في الميوزك روم. كلمه ميوزك روم يعني حجره الموسيقى، تاني ميوزك روم يعني حجره الموسيقى. هلاقي ان منى دخل على كريم وهو بيأدي بعض الاشياء، فبتساله انت بتعمل ايه، فيبدا كريم يرد عليها ولا هو بيعمل ايه، فهنشوف الحوار اللي هيدور بينها وبين كريم. طبعا هنا منى بتقول له هاي كريم وات ار يو دوينج، تاني هاي كريم. طبعا هاي ده تعبير بستخدمه لما بحيي اصدقائي، يعني الناس المقربين مني بقول لهم هاي اور هلو، يبقى هلو اور هاي. طبعا هاي دي بتيجي مع الناس اللي انا عارفها بس، اما الناس الغرب ما اقدرش اقول لهم هاي، دي للناس الاصدقاء، فعشان كده بقول هاي. قالت له هاي كريم وات ار يو دوينج. طبعا لما اسالك السؤال ده في زمن ايه، اكيد هتقول لي في زمن المضارع المستمر. ليه؟ هتقول لي لان في ار يا مستر وعندنا فعل فيه ing، وشكل ما احنا عارفين ان am or is or are followed by verb plus ing، يعني دايما يجي وراهم فعل فيه ing. فلما يجي في الاختيار يقول لي she is يعني هي، ويقول play or playing tennis، فاكيد هنا انا لازم اقول له playing. فلما اقول لي ليه خدت playing، اقول له لان am و is و are لازم يجي وراها الverb plus ing. فاذا لما يجي في السؤال يقول لي what are you، بيقول لي في الاختيارات do or does or doing، تاني do or does or doing. هنا طبعا لازم اقول له ها doing. ليه؟ لان am و is و are بيجي وراها verb plus ing، تاني am is are followed by verb plus ing، يعني لازم يجي وراهم فعل في ing، والكلام ده بيكون مضارع مستمر present continuous. فطبعا لما سألته بتقوله what are you doing what are you doing، يعني ماذا تفعل، فكريم رد عليها لا I'm helping. برضو طالما السؤال present continuous مضارع مستمر، فأكيد الإجابة هتبقى مضارع مستمر. فهنا بيقول لها I'm helping Mr. Khalid clean up the music room. I'm helping Mr. Khalid clean up the music room. وهنا لازم أخلي بالي من حاجة مهمة جدا. أولا لازم أخلي بالي إن am is are followed by verb plus ing، يعني am و is are بيجي وراها فعل في ing. وتاني حاجة بقى مهمة جدا لازم أخلي بالي منها، هو إن help اللي هي كلمة يساعد لما يجي وراها object، يعني لما يجي وراها مفعول، قال لي بيجي وراها حاجة من التلاتة. تاني help مفعول، يعني لما أقول أنا بساعد شخص في عمل شيء، قال لي الحاجة اللي أنا بساعده فيها دي لازم تكون حاجة من التلاتة، يا إما هتكون مصدر بس، يا إما هتكون to زائد المصدر، يا إما هتكون with plus noun، يعني with زائد الاسم بتاعي. مثال، يعني أنا ممكن أقول I help my sister. I help my sister يعني أنا بساعد أختي. تاني I help my sister يعني أنا بساعد أختي. هنا بقى في حالة من التلاتة، في حاجة من التلاتة هتيجي ورا I help my sister. يا إما أقول do her homework يعني بساعدها إنها تعمل الواجب. ولاحظ لما قلت ساعدت أختي في إيه، جبت على طول وراها مصدر، فقلت I help my sister do her homework. طب او ان انا اقول I help my sister to do her homework، انا بقول انا بساعد اختي في عمل الواجب، يبقى قلتها بطريقة من الاتنين،
يا إما أقول do her homework يعني جبت المصدر على طول، يا إما جبت to do her homework، يا إما جبت to زائد المصدر. تاني I help my sister do her homework or to do her homework. طب لو قلت with يا مستر، يعني لو قلت I help my sister with هقول with do؟ قال لي لأ، هجيب الناون على طول يعني الاسم، هقول I help my sister with her homework يعني أنا بساعد أختي في واجبها. تاني I help my sister with her homework يعني أنا بساعد أختي في واجبها. إذا لازم أعرف ان help مفعول بيجي وراها مصدر او to المصدر. عشان كده في الاختيارات لو جه قال لي I help سامي يعني انا بساعد سامي، ويقول لي clean cleans or cleaning the car يعني بساعده في غسيل السيارة قال لي او تنظيف السيارة، قال لي هنا بقى ما ينفعش cleans ولا ينفع cleaning. ليه؟ لان help مفعول بيجي وراها مصدر او to المصدر. طب مين اللي جابه لي هنا؟ هقول له اه والله اللي جابه لي هنا هو المصدر، فاقول I help Sammy clean the car. تاني I help Sammy clean the car. فطبعا هنا كريم قال لها I'm helping مستر خالد. شوف قال لها ايه؟ clean، ما قالش cleaning ولا cleans ولا cleans، لا قال لي clean of the music room. He's getting ready for the concert. تاني is getting ready for the concert. وهنا لازم ألاحظ حاجة مهمة جدا، أنا عندي كلمة get ready بمعنى يستعد. احنا خدنا قبل كده في الترم الأولاني إن كلمة ready اللي هي يستعد بيجي وراها to. جميل، لما كان بقول له I'm ready to order يعني أنا جاهز إن أنا أطلب، ولاحظ إن هنا ready to جي وراها مصدر. طب هنا ready إيه؟ قال لي لا هنا ready for، وقال لي ready for بيجي وراها noun يعني بيجي وراها اسم. لاحظ اللي جي وراها ready for هو concert، وكونسرت اسم نعم. فعشان كده اقول I'm ready for to get ready or is getting ready for the concert، ما ينفعش اقول to the concert. فهنا كريم بيقول I'm helping Mr. Khalid clean up the music room، he's getting ready for the concert. طبعا هنا منى قالت له can I help you، can I help you. وهنا لازم اخلي بالي من حاجة مهمة جدا، ان انا لما اعرض المساعدة على حد دايما بقول له can I help you. تاني can I help you، طبعا ممكن يجي مكان can may، وممكن يجي مكان can could، ممكن يجي مكان can shall. قال لي اي حاجة من دول لو جي وراها I خلاص help you يبقى معناها عرض مساعدة. يبقى انا لما اجي اعرض المساعدة لشخص ممكن اقول له may I help you، can I help you، could I help you or shall I help you. وطبعا انا عارف ان كان وكود وشال وشود وماي ومايت كل دي مودال فيربس احبابي يعني افعال ناقصه، والفعل الناقص يجي وراه دايما مصدر. يعني لو جه يقول لي كان اي هيلب اور هيلبس يو، هقول له لا والله، طالما هنا قال لي كان ده فعل ناقص فلازم يجي وراه مصدر، فلازم اقول كان اي هيلب يو. فكريم بيقول لها شور 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 يعني بالتاكيد. You can move the bass. You can move the bass. You can move the bass. يعني أنت تقدري تحركي البيس. وخلي بالكوا حبيبي، can قلنا مودال فيرب ده فعل ناقص، والفعل الناقص بيجي وراه مصدر. يعني ما ينفعش يا مستر أقول you can moving، أقول له لا طبعا لازم أقول can move. طب ما ينفعش أقول can move يا مستر، هقول لك لا طبعا لازم can move بس. طيب فكريم بقول لها put it over there. put it it هنا حبايبي عايدة على البيس put، واحنا قلنا put ده فعل امر، وفعل الامر دايما حبايبي when I give instructions I must put the verb in the infinitive case، يعني لما اجيب فعل امر لازم اجيب الفعل بتاعي في المصدر. فعشان كده بقولي put it over there، وانا over there يعني هناك. by the window، by the window يعني بجوار الشباك. تاني by the window يعني بجوار الشباك، وقلنا هنا حبايبي كلمة by معناها بجوار، ومش معناها ايه؟ ها؟ مش معناها بواسطة، يبقى by the window by مع الأماكن معناها بجوار. فمنى بتقول له oh I can lift it، I can lift it يعني أنا والله مش قادر ايه؟ أشيله. وهنا can't معناها لا أستطيع، وبرضو can't يتم بجوار المصدر، فبتقول I can lift it by myself. by myself يعني بنفسي، وده وادينه طبعا في الفيرست تيرم في الترم الأولاني إن by بيجي وراها الضمير المنعكس أو الضمير المنعكس بيجي قبله حرف الجر by، فأقول by myself.
It's so heavy. It's so heavy. يعني هو تقيل جدا. وهنا بقى لازم أخلي بالي من حاجة مهمة جدا. يا ترى إيه الحاجة دي؟ قال لي إن so لما يجي وراها adjective يعني لما يجي وراها صفة هنا مش هيكون معناها غير جدا. يعني ما أقدرش أقول عليها أي معنى تاني. يبقى تاني so بيكون معناها جدا لما يجي وراها صفة. يعني لو أنا قلت so hot يعني حار جدا. تاني so hot يعني حار جدا. لو قلت so cold يعني بارد جدا. لو قلت so tall يعني طويل جدا. يبقى اذا so لما يجي وراها صفة بيكون معناها جدا. تاني حبيبي so لما يجي وراها صفة بيكون معناها جدا. فلما يقول لي it's so heavy يعني هو تقيل جدا. تاني لما يقول it's so heavy شوف لاحظ ادي so وادي heavy. heavy دي مالها؟ قال adjective صفة. وطالما صفة يبقى اذا so معناها جدا. فبقول it's so heavy. فكريم بقولها here لما لقاها بقى كده كريم الحاجه تقيل عليها البيس تقيل عليها. فطبعا كريم عمل سبع رجاله في بعض وراح جاي واخد الايه واخد البيس وراح جاي قال لها here I'll take it I'll take it. واحنا عارفين طبعا من الترم الاولاني ان الابوستروف ال هي اختصار لكلمه will. عارفين يا حبايبي ان will برده بيجي وراها infinitive يعني بيجي وراها فعل فين في المصدر. فبقول I'll take it يعني انا ايه ها هاخدها. فمنى بتقول له look out look out look out يعني احترس خلي بالك look out. وقلنا بتساوي كلمة watch out watch out برضو معناها احترس. فأنا بتقول له look out there's a box behind you there's a box behind you. قال لها بعد ايه there's a box behind you بتقول يعني في صندوق ايه وراك. طبعا كان الوقت انتهى it's too late خلاص. ليه؟ لان كريم خلاص كان الكعب الفين في الصندوق. فكريم بيقول ده اللي بيقوله كريم. فطبعا مس نادية شايفة الخبط والرقع والدنيا وش جوه وناس بتقع وناس بتتكسر وصوت عالي. فطبعا فتحت الباب مس نادية فبتقول لهم What's going on in here? What's going on in here? هو ايه اللي بيحصل هنا؟ تاني What's going on in here? What's going on in here? وطبعا لو انا بتفرج على اي افلام اجنبية او اي افلام كرتون طبعا حبابي لما يجي يقول لهم هو ايه اللي بيحصل ما بقولهمش What's happening يعني اللي بيحصل ده. لا دايما بلاقي المصطلح ده على طول What's going on in here? What's going on in here? يعني ايه اللي بيحصل هنا. فطبعا كريم قال لها We're cleaning up We're cleaning up We're cleaning up يعني احنا بن ايه احنا بننظف. وخلي بالك We are لما جد short form ليها فبقول We're cleaning up cleaning up. وانا مقولش cleaning لا خلي كده الجي مخفية cleaning up cleaning up cleaning up يعني بن ايه احنا بننظف. هنرجع تاني نقول ان am is and are بيجوا راهم verb plus ing. وبكده يبقى احنا خلصنا المحادثة سواء من language notes او من vocabulary او لو فيها اي نوع من الجرامر. واجبي انا ان انا احفظ المحادثه دي كويس جدا عشان اقدر اطبق عليها في وكمان اراجع language notes الموجود فيها كويس جدا وكمان لو في اي نقط جرامر اذاكرها كويس عشان اقدر اطبق على الكلام ده في التمارين الموجوده سواء في كتاب المعاصر او في اي كتاب. وشكل معدناكم ان شاء الله ان احنا هنحل التمارين سواء في كتاب المعاصر او في كتاب جيم او في كتاب بيتبربت. فتابعونا على القناة ان شاء الله عشان تعرف حلول كل الكتب دي بعد كل درس ان شاء الله. Thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. اوعى تنسى بلغ كل زمايلك وكمان شير الدرس لكل اللي تعرفهم وكل اللي تحبهم عشان الكل يستفيد ان شاء الله. وما تنساش لو ما كنتش اشتركت انزل سرعة اشترك في القناة. ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. وما تنساش صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Goodbye. السلام عليكم.